من ضمن مهامه كسفير فوق العادة لحقوق الإنسان في المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وفي أول مهمة له اختار الفنان راغب علامة زيارة سجن رومية للاطلاع على أوضاع السجناء والاستماع إلى ما يواجهونه من مشاكل. الناس اللي عايشين الحرية خارج السجن عندهم مشاكل كتير، فما بالكم الناس اللي عايشين داخل السجن. أهم شغلي بلقائي مع السجناء شفت أنه يعني عندهم مشاكل كتير، منها الاكتظاظ، منها طبابي، منها بطء المحاكمات، من هالمشاكل اللي عم بتصير بين السجناء، يعني عدم فرز السجناء. طلبنا من مجلس الوزراء زيادة عديد الأطباء والمساعدين والممرضين، وطلبنا كمان أيضا من مجلس الوزراء تطويع 1500 عنصر، 500 رئيب و1000 دركة لمتخصصين للعمل داخل السجون. نحن إرادتنا أنه نحسن وضع السجناء ونحسن لهم كرامتهم الإنسانية للسجناء. هذا دورنا الأساسي ودور معالي وزير الداخلية والبلديات. وأكد علامي أن دوره يتركز على إيصال صوت الناس وضمان عيشهم بكرامة، واعدا بمساعدتهم ومتابعة أوضاعهم.